نشرة الأخبار. رئيس الجمهورية في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تتواصل حتى السبت القادم للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني. افتتاح محطة تطهير النموذجية بزغوان هي الأولى من نوعها في تونس والثالثة على المستوى العالمي. محكمة التعقيب ترفض مطالب الطعن المقدمة في قضية يانستالينغو. والجزائر تقدم اليوم الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، قالت إنه سيكون حاسما لوقف القتال في رفح. نشرة السابعة صباحا للأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية، أسعد الله صباحكم بكل خير. إذن غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد أرض الوطن في اتجاه الصين تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في زيارة تتواصل إلى غاية السبت القادم. ويشارك رئيس الجمهورية كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي ينعقد غدا الخميس ببكين. زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد تأتي في وقت تسعى فيه تونس لتثمين علاقاتها العريقة مع الصين كقطب اقتصادي هام، كما تحرص بكين بدورها على مزيد الانفتاح على الدول العربية وتعميق التوافق معها بشأن القضية الفلسطينية التي تمثل أبرز محاور منتدى التعاون العربي الصيني في دورته الحالية. في محاضرة نلقاها أمس بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة بعنوان السياسة الخارجية التونسية تكريس والسيادة الوطنية ومناصرة القضايا العادلة، شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج نبيل عمار على أن تونس لا تصطف وراء أحد مهما كان نفوذه وإمكانياته. وأكد وزير الشؤون الخارجية أن السياسة الخارجية تعتبر خط الدفاع الأول على تونس، مبرزا أهمية التنسيق داخل مختلف أجهزة الدولة خدمة للسياسة الخارجية. السياسة الخارجية هي الخط الأول للدفاع، الخارجية هي الدفاع على تونس، الخط الأول. احنا في سياستنا الخارجية حرصنا ونجحنا انه ما نعملوش مشاكل لا مع الجيران ولا مع اللي ابعد من الجيران. هي هذا راهو مش ما تجيش كيك، راهو فيها تفكير، فيها خدمة، فيها نضال، فيها أنه ندخلوا ديما بالصلح. ما هو سهل. زاد مهم فكرة أخرى، التنسيق داخل كل أجهزة الدولة خدمة للسياسة الخارجية وللدبلوماسية التونسية. ما فماش تجزئة حقانية للدبلوماسية، هذه اقتصادية وهذه ثقافية وهذه رياضية وهذه كل هذه مسمات دبلوماسية واحدة. تابع مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني النظر في استعدادات مختلف الوزارات لتأمين عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. ودعا المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية إلى مراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بالتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج مع العمل مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تحسيس الجالية التونسية بالخارج بحقوقها المضمنة بمختلف الاتفاقيات المبرمة مع دول إقامتهم. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس للبروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعتمد بجنيف السويسرية. افتتحت أمس بزغوان محطة نموذجية للتطهير هي الأولى من نوعها بتونس والثالثة على المستوى العالمي. وتعتمد المحطة تقنية حديثة رباعية الأبعاد لمعالجة المياه المستعملة. وزيرة البيئة ليلى الشخاوي
تضيف في تصريح للزميلة حنان العباسي. حتى نموذجية على برشا مستويات، على خطر تمكن من إعادة استعمال مياه الصرف ولكن بطرق طبيعية، وهي صغيرة تمشي مع المناطق الصغرى اللي ما ينجمش تداخل فيهم الوكالة الوطنية معناتها لوناس. تنجم العملية هذه تتطور في كامل تراب الجمهورية اللي ما دخلتلهاش لوناس. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه سيتم بداية من 3 جوان القادم إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لفائدة حرفائها لخلاص فواتير الكهرباء والغاز عبر جهاز الدفع الإلكتروني، وذلك في العديد من أقاليم الشركة. ويندرج إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الشركة على الانخراط في المنظومة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتقليص من المعاملات المالية النقدية. تعززت منظومة البحث العلمي بجامعة جابس بأحداث مخبر بحث جديد بالمدرسة الوطنية للمهندسين، ليرتفع بذلك عدد مخابر البحث بجامعة جابس إلى 19 مخبراً بعد أن كان عددها لا يتجاوز 4 في عام 2017. قررت محكمة التعقيب أمس رفض مطالب الطعن التي قدمها فريق الدفاع في قضية يانستالينغو ضد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة. القاضي بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بسوسة والإبقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية، وذلك وفق تأكيد المحاميين سهيل مديمغ ومختار جماعي في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. مع فجر اليوم 36 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بحق نازحين في المواصي الساحلية برفح، راح ضحيتها أكثر من 21 شهيدا وعشرات الجرحى نصفهم نساء وأطفال. المجزرة تأتي بعد ساعات من استشهاد وإصابة العشرات في غارات وقصف على مدار اليوم طال عدة مناطق من المدينة، كما تأتي بعد يوم من استشهاد حوالي 50 فلسطينيا وإصابة العشرات في مجزرة الخيام المروعة التي طالت أيضا خيام النازحين بالمدينة وأثارت إدانة دولية واسعة. وفي جباليا بشمال القطاع استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف محيط مستشفى كمال عدوان. في الأثناء أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بمنطقة العلم بمخيم جباليا، كما قصفت قوات إسرائيلية جنوب مدينة رفح بصواريخ قصيرة المدى. من جانبها أعلنت مصادر عبرية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 آخرين في معارك بالقطاع دارت يوم أمس. إنسانيا، كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن حوالي 1,000,000 شخص فروا من مدينة رفح خلال الأسابيع 3 الماضية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 10,000 مريض ينتظرون الإجلاء في القطاع. سياسيا، تعتزم الجزائر تقديم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة. وأضاف المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس المكون من 15 عضوا أمس، أضاف أن نص مسودة القرار سيكون قصيرا وحاسما لوقف القتال في رفح. في غضون ذلك، نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن مقترحا جديدا أرسلته إسرائيل إلى الوسطاء يتضمن الاستعداد لمناقشة مطلب حركة حماس بالهدوء المستدام بقطاع غزة. وتوقعت مصادر عبرية استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأسبوع القادم في العاصمة القطرية الدوحة. هذا وقالت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تتحسب لقرار وشيك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصنفها دولة تقتل الأطفال ضمن ما يعرف بقائمة العار في المجتمع الدولي. نهاية النشرة مستمعينا مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين.
رئيس الجمهورية في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تتواصل حتى السبت القادم للمشاركة في منتدى التعاون العربي الصيني. افتتاح محطة تطهير النموذجية بزغوان هي الأولى من نوعها في تونس والثالثة على المستوى العالمي. محكمة التعقيب ترفض مطالب الطعن المقدمة في قضية ينستالينغو. والجزائر تقدم اليوم الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي قالت إنه سيكون حاسما لوقف القتال في رفح. حبيب أشغام يواصل معكم المشوار حتى 9 صباحا في كامل فقرات برنامج يوم سعيد مع أجمل تحيات كامل الفريق العامل هذا الصباح. دمتم في رعاية الله.